بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى الحلقة 21 من السلسلة العطرة، سلسلة النبوية العطرة، نبي الرحمة. ودائما مرحبا بك فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن مازوز. فضيلة الشيخ، في الحلقة السابقة انتهينا عند غزوة حنين، معركة حنين، وفي نهايتها، وقلنا أن هناك بعض التفاصيل التي سوف نتطرق إليها اليوم. ربما نبدأ بنهاية هذه المعركة وكيف كان يعني من أمر المشاركين فيها من الجانبين. بارك الله فيك. النهاية يعني كانت سريعة، حدثت فيها أمور خوارق أدت بأصحاب أهل مكة الذين جاءوا ليتفرجوا، وإذا كانت الدائرة على المسلمين ينحازون يحبوا ينحازوا الهوازن، ولكن الأمر كان على خلاف مقصودهم. عنها شافوا الملائكة، جبير بن مطعم يقول ورأيت بجادا أسود، بجاد هي كساء، حتى كان صحابي اسمه ذو البجادين، يعني أسلم وطرده قومه دون لباس، يعني فأخذ كساء وقسمها نصفين فسمها الرسول صلى الله عليه وسلم ذو البجادين، بذي البجادين، يعني قال فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أعطوني حفنة من التراب. قال العباس والله مذ ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبت أنظر، يعني مذ رمت تلك، فما زال حدهم كليلا، وما زالوا يعني ضربهم يعني ضعيف، حتى ألقوا بأيديهم واستسلموا 6000 واحد بين نساء ورجال وفرسان. ملجا رافع بن خديج، رافع بن خديج صحابي، هو اللي في بعض الروايات روى عن رجل، وفي رواية أنه هو لم يحسن الصلاة يعني تحية المسجد، وجاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، ويقول له ارجع فيروح، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. قالوا إذا قمت إلى الصلاة، قالوا فتوضأ وأحسن الوضوء وارفع يديك حذوى من كبيك وكبر ثم قرأ الفاتحة واستوي قائما إلى آخره. هذا جاه قالوا يا رسول الله مضروب بسهم، يا رسول الله، قالوا شوف راني مضروب بسهم في الصدر، نحلي سهم. قالوا يا رافع نحلك السهم مع القطبة، هذه الحديدة اللي داخله، والله نحلك برك العمود هذاك وتكون شهيدا وأنا عليك شهيد. فقال يا رسول الله دع القطبة وأكون شهيد وأنت علي شهيد. نحل السهم ما مات والناس ينظرون. عاش حتى الخلافة معاوية بها انفجر جرحه ومات، عاش يعني بالحديدة هذيك لبس عليه، دليل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبت له الشهادة، هو شهيد حي يعني. شهيد لم يموت، لم يموت، مثل طلحة بن عبيد الله في أحد، قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. فقال يعني تكررت فيها بعض المواقف أن الملائكة يقاتلون وأن الصحابة لم يعطوا ظهرهم، يعني تقهقروا 80 ذراعا ثم عادوا، وكانت الدعوة في أول النهار يا للأنصار، ثم خلصت في النهاية يا بني الحارث بن الخزرج. وسار الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لما يعني بدأت الهزيمة وبدأوا يجيبوا فيهم كتفينهم، فقال من لي ببجاد بني سعد، جيبوا لي بجاد بني سعد. ملا قال يعني كان مشركا، نعم كان مشركا، وهو من بني سعد بن البكر، وتحدثنا عن البجاد الأسود الأبيض، وهذا ثاني اسمه بجاد مسمينه على أكساء. قال يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وشيبة بن ربيعة وحويطب بن عبد العزة والنضير بن الحارث، هذا وهؤلاء يعني جاءوا حائرين مؤلف قلوبهم، وفيهم من يعني أسلم ذلك اليوم وحسن إسلام. ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم كي جابوا له الأسرى وكتفوهم، نادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم به يحثهم القتال، قال من قتل قتيلا فله سلبه، كي حبسة الله. قال أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي فارس الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا قتلت قتيل قوي، هذاك صاحب الجمل الأحمر اللي قلنا عليه، وقيل قتله علي وقيل أعانه، قالوا ولم أقتل قتيلا غيره،
ثلاث مرات قال فأتني ببينة، ما جابش. فقام الرجل في الثالثة وناشد الله رجلا عنده، فقام رجل من 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 الطلقة من أهل مكة قال سلبه عندي، فقال يا رسول الله أعطيني السلب. قالوا يا رسول الله قل له يعطيني منه، أرضيه مني، يرضيه مني. فقال عمر لا والله. ونفس الحادثة ثاني واحد آخر قال أبو بكر لا والله، يقوم إلى أسد من أسود الله يقاتل في سبيل الله يعطيه لك انت يا طليق، ما يعطيه لكش. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عطاوه لي شريت به بحيرة مخراف، فكان أول مال تأثلته في الإسلام يعني من الغنائم. قال ويومها أبو طلحة زوج أم سليم سلب 21 رجل وحده، يعني قتل 21 رجل وحده، يعني هذه طاقة عظيمة. واحد من الصحابة قتل 21. إذن وقتل من المسلمين في هذه الوقعة أيمن بن أبي أيمن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ديما بعد أي فتح حوس، يعني تلقى باللي واحد من عائلته، واحد من مواليه، واحد من خدامه، من مقربيه قتل. هذه بدر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا، وجدهم قد سووا التراب على رقية بنيته ماتت. أحد قتل عمه حمزة في كل فتح، يعني تشوف ذركا بعد تبوك فتموت أم كلثوم، يرجع للمدينة تموت زينب. الآن في معركة حنين هاوسرا، يعني قتل ابن المرأة اللي ربت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أيمن. وقتل يزيد أيمن ابنه ابن أمي أيمن وهو من الخزرج، ولكن ابن عبيد ولكن يحسب على بني هاشم لأنهم من مواليهم. ربته في مكة. نعم نعم، ربت أم أيمن بكري، كانت متزوجة لأن عبد المطلب أخوال من ذم. طيب لا يعني الموالي الجوي. ولكن قلت في البداية فضيلة الشيخ أنه من يأتيني ومن لي بجاد بني سعد. نعم. وتوقفنا يعني لم نكمل. ماذا حدث؟ سنعود. سيؤتى بجاد بني سعد في الجعرانة. في الجعرانة. لكن نادى هذا اليوم. ففر بجاد. لماذا من يكون هذا؟ نعلم بجاد هذا بني سعد من القوم، حتى يقول بعضهم أنه زوج الشيماء، ولكن لم أجي يعني ما كانش دليل عليها. وأنه يعني تصوره الأفلام يعني أنه زوجه، تصور نعم بعض الأفلام أنه زوجه. نعم حابة تكون عندهم قصة، ولكن درامة. هو قام بإيذاء المسلمين تاع بني سعد بن بكر، وكان يعني يشارك مع قريش، يجي يعمل بادية تاعو به، يحب آذى رسول الله صلى الله عليه. كان أبا جهل بني سعد. نعم هو. ف يعني أعيت عليه السبل حتى جيء به. وكان رجل يعني قوي من هوازن، يعني هجم على المسلمين ويعني دار ما دار في المسلمين. فحلف رجل أنه سيقتله. ولكن لما جيء بهم كتف وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما في قلب ذلك الرجل مسلم. قال خليه يوفي بنذره. فلما أحضر أعفو عني يا رسول الله، أعفو عني يا رسول الله، ثم قال لقد عفوت عنك. فنادى صاح الصحابي الأنصاري قالوا يا رسول الله كما صلات عبد الله بن أبي السرح نذري. قالوا انتظرتك ثلاث مرات لتقتله فلم تفعل. وأمر أحد رجال قريش وهو يعني بقتل رجل من ثقيف، كان يعني يؤذيه في الجاهلية، فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. على كل حال، والرسول صلى الله عليه وسلم سار قال لهم يعني أعطى الأسلاب لأهلها. وهنا يتوقف أهل التشريع يقول الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وكيفه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلامه، ويقسم الغنائم قبل أن تصيبها المغانم. قال لا، يعني راهو الرسول صلى الله عليه وسلم عنده شخصيات، عند يكون زوج ويكون صديق ويكون رئيس بلدي ويكون قائد جيش. لقائد الجيش الحق بأن يحرض الناس على القتال، ولا تعتبر مخالفة للآية. وبعد ذلك قسم الغنائم وسيقت له يعني إبل وغنم كثيرة بالآلاف، ثروات بالآلاف كبيرة. بالآلاف. والأطفال والنساء والفرسان 6000 أسير. فوضعهم يعني في حظائر زرايب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل عليه مسعود بن عمرو الغفاري من قبيلة غفار، وقيل معاونه أبو سفيان،
ودارع لإبل ابن يعني أبو الجهم أبو الجهم العدوي. وجاه واحد اسمه خالد بن البرصاء يعني حب يدي من الغنيمة دفعه منا علاج الحبل برك. فضربه فشجه قال نعم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وراه بشجني من قال من قال يعني إذا كنت تعرف الواضحة والموضحة وال يعني أنواع العظم إذا كان توضح لك العظم وحدها وإذا كان يعني تضربك في الرأس والله في جهة يعني يسموها المنقلة قال يعني تفسد هذا أنواع الجرح. قال له أقدني منه يعني قال له أعطيك 50 شاة قالوا لا أقدني قالوا 500 شاة قال لا أقدني منه القود هو بتحريك الواو وهو القصاص يعني نحن أهل الخيف من أهل منامة لمقتول قتلناه قود. قال وأي قضية حكمت إذا ما جن الطرف به القلب يقاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيك 150 وليس لك إلا ذلك ولن أقيدك من وال عليك يعني بدأ قرر قواعد بالله والك يعطي الأمر بصح كي هو جاوز الأمر وضربك أنا دايره بالله يمنع الناس. فنادى رسول فقبل ولت هي 15 جمل 150 نعجة هي ملل يضرب واحد وشجة منكرة كما هذه من قال يعطوا له 15 جمل. فقال أيها الناس ردوا المخيط والمخمط فهذا يوم اللي يأخذ حاجة حرام قبل أن تصيبها المغانم فهو يوم شعار وشنار و... قال يعني فنادى المنادي من أخذ شيئا فليرده. كان عقيل ابن أبي طالب خو علي دخل الإسلام وزوجته أم شيبة يعني هي فاطمة بن شيبة بن ربيعة ورنسيب بني أمية على بها معاوية حب يتألفوا بعد معركة صفين وعطالوا قافلة كبيرة وقالوا يعني في الطريق يدير خطب يعني تؤيدني فيها وضد علي. فقال يعني كان رجلا محدودا ما عندوش الظهر ويطيح في الحرب غير مع الفرسان الأشداء ويلقاهم ما عندهمش دراهم ما هم هزين ولو معه والناس الأخرين يعني يدون إبل فيها محملة بالذهب يده. فقالت له زوجته علمتك ظللت تقاتل ماذا غنمت قالها جبت كبرى تل واحد وقعدوا يبرى حقيل غني ما هيرفدها من المغانم يعني ما هوش يعني قتل واحد يعني أنه ما قتل قتلا فله سلبه. فقال هاراني جبت لك يبرى قالت له يبرى نادى المنادي من أخذ شيئا فليرده قالها ما أرى إبرتك إلا قال ذهبت يبرى وراحت فقال فجاء رجل من الأنصار يحمل كبة خيط قال يا رسول الله هذه كنت سأخيط بها برذعة لجملي هي برذعة فوق الحمار نقول حوية احنا فوق الجمل. فقال له أما نصيبي منها فهو لك أما ما لم تصبه المغانم فقال أما قد بلغ الأمر هكذا فلا. ثاني الصلاة في خيبر رمى ذيك الكبة يعني كانت الناس تخاف من الله. وفر مالك النصري قائدهم وقال وقف على الثانية وقال دعوا حتى يمر ضعفاؤكم مرت بنو سليم لم يحاربوه وغفار وحتى مر به الزبير بن العوام فزاحمه ففر فدخل مع ثقيف إلى الطائف وبعض القبائل اللي كانت معاه كما بنوا غيرة وساروا إلى نخلة وبعضهم سار إلى وادي أوطاس أعمق في الوادي. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري نعم تفضل. رأينا في بدر ما كان من أمر الأسرى لأنهم كانوا كلهم من قريش وكانوا وكانت الفدية هل يعني بقت يعني بقيت هذا التعامل مع الأسرى في حنين؟ نعم ما زال سيطلق كل الأسرى إكراما للشيماء أخته إكراما لأخته ولكن الآن معركة ما زالت متصلة ما زالت يعني قال فسر فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هزموا اللهم ليس لهم أن يعلون فهزموا مباشرة ففروا يعني آلاف الناس تفر من ثمانية هذه وحدها معجزة. قال فسار الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم يتتبعهم ولكن هو سائر إلى الطائف فأرسل سرية قبل أوطاس واحدة راحت يمينا واحدة شمال اللي كان لهم حد وقوة أرسل إليهم. فأرسل أبا عامر الأشعري يعني هو من اليمن وابن خوه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري ابن بلال ابن أبي بردة
في عهد الخلافة الأموية خرج طاغية من الطغاة يضرب به المثل في الظلم، بلال بن أبي بردة. وابنته كانت زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كان هو من اليمن ومن الذين هاجروا الحبشة، وكان يقرأ القرآن غضا كأنما أنزل الآن، كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابن أمي عبدي يقرأ القرآن. قال له: يا رسول الله، كنت تسمع في قرايتي لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يعني هو معروف بهذه. والأشعريون هذون، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعرف أصوات الأشعرين بالليل حتى وإن لم أرى منازلهم بالنهار، لأنهم يقرأوا لي أصواتهم وهجزهم وهجزلهم بالقرآن. يقرأوا القرآن كثير هذون يدخلوا الإسلام، يعني ربي سبحانه عز وجل أعطى كل قبيلة خاصية. فهؤلاء كانوا إذا أرملوا، يعني إذا احتاجوا في الغزو بكري قبل الإسلام، ولهم غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الغزو، وبعدها تبوك وانتهى الأمر. قال لي: يجمعون قاع معانتهم ثم يقسمونه بالسوية، وزعف عليهم واحد النهار، كان يعني جيرانهم لقى رجل ما هوش متفقه ما يعرفش يصلي، زعفه وخطبه. قال لهم: كيف الناس ما يعلموش واحد جارهم الصلاة، وهو يقصد الأشعريين ولم يذكرهم. على كل حال، سار الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل أبا موسى الأشعري في كتيبة نحو أوطاس، وكانت في الكتيبة دريد بن الصمة، يعني فوقعت هناك معركة وهم بعيدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سرية أوطاس. نعم، سرية أوطاس. فرجل منهم يعني يقال له سلمة وقيل أوفى، رمى عبد الله أبي عامر عبيد أبي عامر اسمه عبيد، فأصابه. فقال أبو موسى: قلت يا عماه ما بك؟ فقال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. هو أبو عامر تلاقى مع 10 خاوة والمعركة مشتدة، خرجوا له 10 خاوة. فقال للأول أسلم، قالوا لا، قال: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. الثاني أسلم، لا أسلم، اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. 9 العاشر ومع 10 خاوة قال: اللهم لا تشهد علي، فلم يقتله فتركه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه فيما بعد يقول: هذا شريد أبي عامر، يعني اللي طلقوا. ثم رماه شابان، أحدهما العلاء وآخر فتوى، فأوفى، وقيل بل وقيل فيهما لما قتل: إن الرزية قتل العلاء وأوفى جميعا ولم يخذلا، إلى آخره. فلما قال يعني أما أصيب، جئته فقلت يا عماه ما بك؟ فأشار لي إلى رجل فقال: ذاك أصابني. فحملت عليه ففر، فقلت انتظر، فلم ينتظر، فقلت أما تستحي؟ صار العقلية العربية. قال فوقف، سافر ما تسعاش. قال حب نقتله. قال فحملت عليه فقتلته، ثم عدت إلى عمي فقال لي: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وسأله أن يستغفر لي وأحكي له الواقعة. وأمرني، قال لي: راك انت في بلاستي ملا، هيا شوف الدولة كيف راح تتبنى، وكيف هي تعين الحاكم، وكيف هي الآخر. بلا ما وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم ارتجل ووصل. قال فأحد أفراد الكتيبة الجمل فوق شجار، يعني هودج، فأخذه، فإذا به دريد بن الصمة، رجل يعني يحسبها امرأة. قال فضربه بالسيفه في يعني على الرقبة، فلم تغني شيئا. فقال: بئس ما سلحتك أمك، من أنت أيها الفتى؟ وما يشوف أعمى، عنده 140 عام. قال له: أنا رفيع، ربيع بن رفيع بن الدغنة. قال بكري كانت جداته طفلة مدينها في عرس، هي وامها وجدات أخواتها، فأغار عليهم قوم، ودريد بن الصمة فارس وحده، فقتل أولئك قطاع الطرق وأعاد العروس إلى أهلها. فقال له: رب يوم حميت فيه نساءك، ولكن خذ سيفي، بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي في مؤخرة الرحل، يعني كان عرض السيف شبر، واضربني. قالوا على العنق وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب الرجال. فقتل ثم عاد إلى أمه فأخبرته أنه يعني حماها، حما أمها. نعم، أمه وجدته، وهو القائل لما قتل أخوه تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارسا؟ فقلت: أعبد الله ذلكم الردي؟ فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياص لباري في النسيج المقدد
فصرت كذات البوي. البوي يعني الناقة كي يموت لها المخلون تاع الحوار يسلخوه ويحشو له الاخر بالصوف ولا بالجلد نتاعو، يوقف به ما تهبلش عليه تبقى تحلب ملا. وجمعه ابواء، الابواء المكان اللي كانوا يديروا فيه الفكره تاع المخاليل واقفين محشيين بالتبن ولا بالصوف قرب من المدينه ماتت فيه امنه ام الرسول صلى الله عليه وسلم، سميت بالابواء. نعم. فدافعت عنه الخيل حتى تنافست، حتى تنفست، وحتى علاني حالك اللون أسود قتال امرئ آسى أخاه بنفسه ويعلم أن المرأة غير مخلدي وما أنا. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصحة إلا ضحى الغدي وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني هو من بني بكر بن جشم بن بكر، ولكن الفرقة انتعه اسمها غزية. هذا البيت يعني الإمام علي استشهد به في خطبته في الكوفة وقال والله كما قال أخو غزية، أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد، يعني لقوة شعره وشعريته. فقال فوجدت يعني فخذيه، يعني راه واحد يقول لك راه وإحنا نحكو على السيرة وعليه يحكينا على هذا الرجل. هذا الرجل يعني يقول الإمام الشاطبي المعجزة باش تبان معجزة توري لك قوة الطرف الآخر لمستحيل ينهزم، وهزمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ولم ينشأ محاربا باش تعرف له معجزة معناها معجز مؤيد من الله. هذا الخطة المحكمة اللي دار هذا السيد، وهذا السيد يعني هذا الدريد دريد بن السمين على أفخاذه أنهم كانوا طايبين مثل القراطيس مثل الأوراق لكثرة ركوبه للخيل أعراء. إذن وعاد أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لقد قتل عمي استشهد وسألني ويسألك الدعاء، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وهذا محسوب دليل للناس اللي يقولوا رفع اليدين في الدعاء. قال وبعضهم ينكر ذلك وله أيضا أدلة. فقال يعني رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال اللهم اغفر لعبيدي أبي عامر، اللهم اغفر لعبيدي أبي عامر، اللهم اغفر لعبيدي أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فقال ولي يا رسول الله، هاو كي شاف الدعاء قالك عجبه قال ولي يا رسول الله استغفر، تراك تشوف الخيول هذاك متقاتل مع واحد هاك، هذيك الأسرة رغاء الإبل ناهق الحمير الحية مخلطة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمانة جابها لواحد قال له تقالك تستغفر لي وشخص واحد من الأمة وقاعد لهي بيه محبس قاعدك الجيش 10,000 وقعد تدعيله وارفع بياض إبطي وهبط من فوق البغلة ودير واخدم. تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف راه معناها مشي سهل، كيف عنده قيمة عند كيد كيد. قال يعني ثم قال ولي يا رسول، ولي يا رسول، قال ولي أبي موسى فاغفر. قال فثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد الطائف، ساروا قدامه للطائف حتى وصل إلى مكان يقال له بحرة الرغاء، بحرة كما نقولوا احنا بها. قال فجلس تحت شجرة، بعد ذلك اتخذت مسجدا أكمة عظيمة، جلس تحتها وقال لهم وأمر راه الغنائم تمشي معه. قال فقال جيبوا لي جه الناس يشكو، جه واحد قال له يا رسول الله راك يعني قبل عام ولا قبل أرسلت كتيبة أو سرية فقتل رجل منهم محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط، يعني جاء عاقب وعلى قعود الله يعني جمل وعنده يعني متاع متيع ما هوش حاجة كثيرة فسلم عليهم. فعبد الله بن غالب الليثي وحارث بن ربعي قال يعني يردوا عليه السلام، هو قالهم لا يكذب موش مسلم فرماه بسهم فقتله. قالوا عليك السلام ما هربش جهم. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنته بالله ثم قتلته، الآن رهموا له في أرضهم. فقام يعني عيينة ابن حصن ابن بدر في الطائف في الطريق في بحرة الرغاء وقعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليش مش يمشي بهذا الثقل وهذا الأسرة وهذا الغنم وهذا الإبل، ليش يمشي ببطء
واصحاب الطائف راهم رايحين يجروا باه يدخلوا للحائط نتاعهم الحصن نتاع الميراي نتاعهم. وكنا نحكوا للطائف نحكوا قصة الطائف ولماذا سمي الطائف طائفا القبيلة اللي تسكنوا. قال فلما يعني قال لهم فقام سيد خندف هذا سيد قيس. لماذا؟ لأن غطفان بفرعيها عبس وذبيان وفروعها الكثيرة الأخرى بني مرة وأشجع وفزارة يعني هذه تكون قيس والأخرى تكون خندف اللي هما معناها بنو تميم. بنو تميم يعني رهم المضر رهم إلى قريش أقرب حتى يسكنوا في العراق والشام. نعم. فقال قالوا يا رسول الله اقتل المحلم ابن جثامة اقتل محلم ابن جثامة. قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا 50 من الإبل وكي نرجعوا المدينة نعطوكم 50. قالوا لا أذيق نساء أو أبكي نساءه كما أبكى نسائي. نعم. هذا المحامي تاعهم هو عيينة بن حصن اللي مازال إسلامه مدخول معناها مازال ماهوش ويقال أنه لم يكن مسلما في ذلك اليوم أسلم بعد ذلك. وكان فظ غليظ سترى معاملته الآن. قال فلما قال أقرع بن حابس يا رسول الله أقرع بن حابس عنده 3 فرسان ولكنه مرتها قال لهم خذوا رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام رجل يقال له ابن مكيتل رجل هذا قاك متكوك مرصوص فقال يا رسول الله مثل هذه القضية هذا القتيل في غرة الإسلام مش قلت لنا قالوا مثل غنم رمي أولاها فاختلط مع أخراها. قالوا كيف احنا قلت لنا القاتل يقتل والآن هذا كيعاد معناها من أصحابك تقول لنا الدية وكذا أسنن اليوم واترك غدا. فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا باللي اللي دا يفسدوا الصلح كنعودوا في النقاش يعلم أصحاب الصلح باللي هذاك اللي يدير اللي باري وفسد الصلح ما تسمعلوش تلفتلوش ماهوش من أهل القضية خليه. ففعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت. قال فقال الأقرع بن حابس الجماعة قيس يا معشر قيس يسألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دام امرئ قتل خطأ فلا تتركونه له والله إن لم تقبلوا الدية لآتين بخمسين شاهد يعني زور من تميم يشهدون أن عامر بن الأضبط ما صلقت وليس بمسلم فأطلن دمه. فقبلوا الدية خافوا قبلوا الدية وكي قبلوا الدية قال جابوا هذا محلم بن جثامة كادت تحدث حرب. فقال يعني فجاء محلم بن جثامة لابس يعني كفن نتاعه ليقتل فيه. فقالوا له يا رسول الله هذا محلم وهو رجل طويل جلس بين يديه قليل اللحم ادعي له يا رسول الله. فقال اللهم لا تغفر لمحلم يعني اطلب له المغفرة للميت القتل اللهم لا تغفر لمحلم الجثام اللهم لا تغفر لمحلم. فبكى وقام ودموعه تنحدر يعني هذا راه من الأوائل في الإسلام وهذا الفعلاء. فمات من ليلته أو بعد أيام فدفن فرمته الأرض فدفن فرمته الأرض 3 مرات. فجاءوا يا رسول الله الميت راه ما قبلتوش الأرض. قال لهم علاه؟ قالوا له ما لي أنا كما استغفرتلوش. قال لهم إن الأرض لا تقبلوا من هو أشر من صاحبكم صاحبكم راهم شهاد وموما وكذا ولا خيره. دعالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لهم لا 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 إنما الله تعالى يريكم عظم حرمة ما بينكم. بعض فرق حرمة المسلم بركة أما الأرض قبلت فرعون وما تقبلش محلم بن جثامة قبلت أبا لهب قبلت أصحاب القليل أبو جهل قبيلة أبا جهل وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وما تقبلش واحد جاهد ومن الأولين المسلمين. قال داروا في الشعبة هذا قال بنوا له دار وطيحوا عليه الدير هذا تاع الشعبة الكهف هذاك حطوه فيه وريبوا عليه الفم تاع الكهف أو بين شعبة في شعبة بنوا له دار وانتهت المسألة. قال وقام الرسول صلى الله عليه وسلم فسار حتى وصل الطائف هاو في المسير تاعه خالد بن الوليد كان يمشي قدامه. ناضت واحد المرأة خرجت من لأن الطائف ما هوش يعني حصن يعني كاينين قرى قدامه كاينين ديار كاين. فاستقبلته إحدى القبائل فخرجت امرأة ضخمة عملاقة تقاتل تضرب الجنود فقتلها خالد.
مسافة ما بين مكة والطائف حوالي قلنا الكتب 80 ما يقولوا 80 كيلو ياش، ولكن على حسب الطرق هذه اللي داروها والاخر تكون 40 60. لا انا ذاك كنت حاولت اخرين كانوا احبابنا في الطائف يعني ذكرونا المسافة ولكن انا ما مش متذكرها الان. قال فلما سار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لقى هذيك المرأة مقتولة والناس حولها يتعجبون من ضخامتها، فقال لي خالد بن الوليد قال من قتلها؟ قال قتلها خالد. قال ما كان لهذه أن تقاتل، فنهى عن قتل امرأة ووليد وعن إتلاف أي أشجار أو قتل أي حيوان ما لم يقاتل أهله. ثم سار فوجد يعني رجل في بستان الله فسأله أن يخرج إليهم أو يخربون. هذا النبي أم خالد؟ نال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لوره ما حبش فأمر بتخريب حائطه. فلما وصل الجيش يعني أهل الطائف مسكرين الحصن كذا حتى أن يشوفوا طلع عليهم من كل مكان جيش عظيم، وزادت هذيك يعني الغنائم هو الرسول صلى الله عليه وسلم كيف في نص طريق قال ادوها الجعرانة بيصير الجيش خفيف. فلما حاصرهم يعني يبدأ يحط الحصار طرف من الجيش قرب الحصن فرموه فقتل عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فتأخروا عن الجدار وبنى الرسول صلى الله عليه وسلم خيمتين لزوجتيه وصلى بينهما. إحدى الخيمتين سريا تعها كنحوها ولا يحدث صوت. جاء بعد ذلك رجل من ثقيف بنى مسجدا، عبد الله بن أمية قال بنى مسجدا هناك، كلما تطلع الشمس على ذلك المسجد يسمع في تلك السارية اللي كانت بلاصة الخيمة الخيمتان. لا لم يقولوا هاش الخيمة هذاك العمود الوسطاني وش يقولوا له الركيزة، بلاصة الركيزة يسمعوا واحد الصوت. هم داروا سارية داروا عرصة، هي العرصة في اللغة العربية هي القاعة، ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي الرحمة. قال فلما يعني وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وبدأت الصحابة يعني يحطوا خيامهم وأحكموا الحصار على الطائف. نعم. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، بعثوا أصحاب الطائف عيطوا قالوا وابعثونا واحد يكلمنا. طيب قبل هذا الحوار، نعم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر الطائف. نعم. الآن الطائف، ما الطائف ومن يسكن هذه القرية باش نعرفه يعني على الطرف الآخر؟ دائما نحن نضع المستمع في بين صورتين. الطائف قيل هذا رجل جاء من اليمن فقال لهم هل أبني لكم صورا يطيف بقريتكم فسمي الطائف. وقيل بل هو ثقيف نفسه. قيل جاء قد قتل أخوين له فوجد سخيلة جارية عامر بن الضرب من عدوان، وكانت عدوان هذه عندها 81,000 عذير الحي من عدوان كنا حية الأرض عدا بعضهم بعضا فقضى على بعضي ومنا كانت السادات ومن يحكم بالسنة والفرض. هذه قال هذا الأسبع العدواني. طيب ثقيف هذا ثقيف. نعم هذا قلنا هذا ثقيف في حديثاته. أنا سبه قسي ابن منبه ابن نبيت من اليمن. قال وجاء هناك وقيل لا بل هو من هوازن، ولما قتل أخوين له سمي قسي لقسوة قلبه. فأراد أن يأسر هذه الجارية فقالت له لا تفعل. أنا قالت له هذا راه حي قوي روح، قالت له اصحبوا وناسبوا. فلما من لم يكن اسمه ثقيف فسمي ثقيف هو قسي بن منبه ابن أبو رغال. قال فلما يعني استطاع أن يثقف فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهما خلفهم. استطاع أن يستولي على قلبه وأن يزوجه ابنته فسمي بثقيف سيد هذا الحي من عدوان. وقعت واقعة بين عدوان فتفانى وتقاتلوا، بقي أبو رغال في هذا الحرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبا رغال كان فيه لما وصل إلى الطائف في هذا الحرم يدفع عنه، ولما مات يعني أدركته صيحة ثمود. هذه الرواية اللي تقول باللي هذا المدينة
هذه النخيل والأشجار والحوايج اللي كالنباتات اللي بساتين البساتين ما هيش موجودة في هذه ما هيش مناخ هذه المنطقة. البلاصة الوحيدة اللي فيها الأشجار هي هذيك. إذن هي من الشام كان على رأي أصحاب ثمود اللي كانوا رايحين يقتلوا صالح. فلما صاح بهم جبريل أدركته والصيحة هناك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده غصن يعني مش حاط من ذهب يتكئ عليه فيه 34 رطل. لقوا قبره طويل حفروه الصحابة اجبد واحد قيل أبو قتادة وقيل غيره اجبد وقيل محمد بن مسلمة المطرق هذاك العصا هذيك تاعو مش حاط تاعو برك لضخامته بتشو لقاه طوله لقاه فيه 17 كيلو ذهب. فقال له هو لك قال إذا من العمل يا قوة نعم نعم ثمود ثمود يعني. فكانت هذه القرية يقول البعض يقول السهيلي يقول ابن إسحاق بل الطائف هو جبريل. وهذه القصة حدثت بعد المسيح عليه السلام أن رجلا صالحا كان وهو صاحب الحديقة التي كان يرسل الله إليها المطر وأن رجلا كان يعني يمشي على حصان الله في البادية فسمع صوتا يأمر السحاب أن يذهب إلى حديقة فلان بن فلان. فاستدار السحاب كان مقبل ولا مشرق ولا مقرب فقال هذا أمر عجب فتبعته. قال فتلمد السحاب فوق جبل وصب سالت شعبة قال سبقتها قال فوجدت رجلا ينتظر المطر دير بحيله في العراء ليس لها يعني في الصحراء قال فقام يعني فقلت له كيف هي يبعث لك ربي المطر ماذا تفعل؟ قال والله لا شيء. قالوا كي يجيني الثمار أقسمها على ثلاث ثلث أرجعه فيها وثلث أتصدق به على المساكين وثلث أنفقه على عيالي. هذه من بين البساتين موجودة بساتين ولكن من بين البساتين هذه يعني كانت هي المخيرة كانت تقريب فيها سكان وفيها مساكين بانيين على جالو يستناوه ويخدموا عنده. قال فلما يعني خالف أهله صالح عليه السلام أولادته ثلاثة ومات الرجل كي مات الرجل ولو أن أولادته بايتين يحلفوا قالوا قدوة نروحوا نقطعوا هذا الثمار سواء عنب ولا كرموس ولا رمان وقدوة كنا نحوه في الليل وغدوا على حرد قادرين وأقسموا ألا يدخلنها عليكم اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. ربي سبحانه عز وجل كي عادوا يحلفوا بيعطوش المسكين بعث لهم جبريل هذول لات الميت ذاك الرجل الصالح اللي كان يصدق قالوا لي جاي يحط طلابين هذا انظر كيف الفقراء يجون هذا يحسبون كيبوينا نروح هنايا نقطعوهم بيعوها قدام لا يفطنوا. فأرسل الله تعالى إليها جبريل فاقتلعها من مكانها فأصبحت كالصريم كالليل كي تطلعوا عليها شافوا بقعة من الليل هناك وطار بها على وجه الأرض فسمعت الناس والقبائل نباح وناهيق الحمير ونباح الكلاب وصياح الديكة فوق رؤوسهم. فلما وصل إلى مكة وقيل أن هذه القرية كانت يمنية فطاف بالكعبة وألقى تلك القرية قرب مكة يعني 40-60-80 كيلومتر فصارت اسمها الطائف وفيها هذا قسيم بن نبي بن نبي. فلما يعني صاح جبريل بأصحاب الحجر مات هو هناك وكان في ذلك الحرم يدفع عنه نعم كان كافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا القبائل يعني قلنا بنو مالك وبنو ريغة كان عندهم اثنين من السادات واحد اسمه عروة بن مسعود نعم ابن سلمة وكان يتعلم المنجنيق والدبابات والدبابة هي يعني حاجة تعود كما الطابلة هذكاك حط يعني يديروا لها روضات ويدخل تحتها ويدب بها يمرد بها يعني يلحق للصورة على الأعداء فينقل اسمها الضبور واسمها الدبابة واسمها المنجنيق كانوا يتعلموها في جرش. والآخر يعني عروة قلنا ابن مسعود الثقفي وغيلان الثقفي. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في الخيمة تاعو والصحابة يتحدثوا في خيمتهم سلمة فقال هيت هذا مخنث كان ماتع وهيت ورافع هذون كانوا محسوب مخنثين
حركاتهم محسوب، ما كانش يعني زونات ولا حاجة، ولكن كانوا يديروا الحنة كما يديرها النساء ويتحدثوا حديث النساء، يمشوا مشي النساء، ولكن ما يديروش فاحشة والله. فكان يعني داخلين تحت الآية أو الرجال الذين أو الطفل الذين ما يظهروا على عورات النساء، ياك غير أولي الإربة من الرجال، يعني يدخل على النساء عادي يجوز معناها ما داموا ما عندوش هذه في باله. قال فلما الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا كان متكئا، وعبد الله بن أمية اللي دخل الإسلام قبل 20 يوم قاعد عند أخته، هو بن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم بن عاتكة، وأخته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت أبي أمية، أمها ثاني اسمها عاتكة بصح ما هيش عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ضرتها. قالوا إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادنا بنت غيلان الثقفي، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماني مع ثغر كالأقحواني، إذا تبسمت تغن، إذا تكلمت تغنت، وإذا جلست تبنت. ثم قال بيضاء هيفاء كأنها كذا شمع كذا، تغترق الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزف، وهي كما قال قيس بن الخطيم، يعني حافظ قول الشاعر هذا، تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنقصف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أمعنت النظر إليها يا عدو الله، لا يدخلن هؤلاء عليكم. اللي عاد يعرف يوصف هكذاك ما يدخلوش، رانا مزلنا في التشريع أن غير أولي الإربة ليدخلوا لينا. الآن إذا كانوا يعرفوا ما يدخلوش، إذا كانوا ما يعرفوش يدخلوا، ما يتحدثوش يعني. فنفاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى روضة خاخ، هذه كانت البلاصة اللي أدركوا فيها المرأة سارة اللي ما دير رسالة القريش بكتبها حاطب بن أبي بلتع. حاطب من بعد رها ولات بحيرة لآل أحمد. قال فقال له آل أحمد، نعم أبو أحمد ابن جحش نسيب الرسول صلى الله عليه وسلم خزينة بنت جحش. نعم نعم. قال له يا رسول الله يموت بالجوع، ذراها مخنث ما يعرف يخدم والو، ما يعرف يصنع مال، وما يعطوا له الناس. قال لهم نسمح له نهار الجمعة يجي يلم. وفي الغد أصيب هذا بسهم فقتله، هذا المخنث، لا 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 عبد الله بن أمية هذا الذي سيأخذ. قال فالقدوة يا سيدي، قال نادت ثقيفة بعثونا واحد، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قالوا روح باش تشوفوا مش يحوسوا. ففتح باب الصور باب الحصن وجاء إليه رجلان قويان فاختطفاه أمام جيش المسلمين، هذه جرعة كبيرة. فلم يتحرك أحد الصحابة، بهتت الناس والرجل رايحين يجروا فيه قريب يدخلوه الحصن. نعم. فجاء العباس، خارج العباس يعدو بسرعة فائقة ولم يكن معروف يعني بشجاعة ولا قوة، حتى أخذ الرجل من بينهم وجرهم، كاد يجر اثنين معه إلى المسلمين، كي ولوا في منتصف الطريق تلقوه هذا الرجل وجر زوج معه، يعني ثلاثة يجر فيهم. فتعجب الناس من شجاعة العباس، كبيرة وشجاعة أنه عند حصنهم. إذن فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان لأنه نسيبهم، والمغيرة بن شعبة لأنه من ثقيف، فقالوا يا معشر ثقيف كفوا عنا نبلكم لنكلمكم. فلما دنا يا من الحصن كلموهم في نساء قرشيات كانوا ثم زوجات، قال لهم أعطوهم آمنة بنت أبي سفيان، كانت عند عروة بن جيبت له، وبنته الأخرى أم أيوب، وقيل الفقيمية، يعني أربع ولا خمس نسوة من قريش متزوجاتهم، كانت أهل مكة كلهم عندهم بساتين ثم أملاك ثم كما عمرو بن العاص قلنا. نعم. الوحط اسمها الوحط قريته. قال فلما قالوا لهم أنا حبطوش ما خلوش رجالنا، حسب عندهم بنات أصل ما خلوش رجالنا في محنة الحرب. وثقيف كانت فيها قبيلتان يعني الأحلاف وبنو مالك. بنو مالك هذون ماتوا منهم 71 تحت رايتهم، وكثر القتل في بني رئاب. جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا فقالوا له راهم فناو بنو رئاب ادعي لهم، فقال اللهم اجبر كسره، اللهم كما قلوا اجبر عليهم ولو من أكثر الناس. إذن قالوا له بنو الأسود ساكنين ثم، قالوا له رانا عارفينكم رايحين تقطعوا البساتين تاعنا، قولوا لمحمد لا يوجد مال يعني وبحائر وفلايح أكثر من يعني صعوبة له، وصلنا له الماء من مال بني الأسود. نعم. إن شئت
فلما تقتلوا تقطعون العنب؟ فهي لنا أو لكم، إن شئت تركتها لله والرحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتركها لله وللرحم. هم في حرب وأتركها من فسد. نعم نعم، نبي الرحمة، نبي الرحمة، نبي الرحمة، نبي الرحمة، نبي الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نبي الرحمة. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم كي رجعوا لشمعة أمر بالهجوم، فراحوا شمعة فوق في الدبابة هذه اللي قلنا عليها، فألقت عليهم ثقيف سكك المحمات، فخرجوا فأصابهم بالنبي فقتل بعض أصحابه. نعم، يعني الغد جاءت خولة بنت حكيم، خويلة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون اللي هو خو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهاجر الحبشة أبو السائب ومات في المدينة. قالت هذيك معطية: تقاسم المهاجرون الأنصار والأنصار الأنصار المهاجرين، فطار لنا عثمان بن مضعون. طار لنا احنا كيف نقولوا وش طار لك في القسمة هذه بالفصحى. قالت خولة، نعم يقولوا لها خويلة معنا. فقالت: يا رسول الله إذا فأعطيني حلية وحدايد وحلقات حلية بادنة بنت غيلان الثقفي. نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف أنا أعطيهم لك وإن لم يفتح علي؟ قالت له: هل فيها شك ما يفتحش؟ قالها: نعم. غيلان هذا وينه؟ هذا غيلان الثقفي كان يرد على الملوك، وهو اللي كان متزوج 10 نساء منهم واحد 6 أخواتات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اختار 4 منهم. فقال قوم: لا يختار الأولى واللي بعدها، ولا هو يدخل الإسلام واحد متزوج 10 ولا 15. وفيها يقول الإمام الشافعي: لا، هذه خرجت قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم المقال، وهذه في أصول الفقه وكان نشرحها تخرجنا على موضوع السيرة. طيب نرجع لله. قال هذا غيلان الثقفي كعدوا العرب في وقتهم الجفاف ليصرحوا في أرض الفرس في العراق، قال لهم ملك العراق ما خليكمش كسرى. راح ليه؟ كي راح ليه قال له: وش النظامان؟ قال له: نعطي قوسي. قوسك به ما ديروا حتى خربة ما يدروش عرف في بلاد الفرس؟ قالوا: نعم. وما داروا والو، والعام الآخر راح ليه قالوا: أعطيني قوسي. عطاها له قاعد يستغرب كيف العرب محسوب عندهم كلمة. نعم. حبي ناقشوا، قالوا: قداش عندك أولاد؟ قالوا: كثير. من أعز الأولاد؟ قالوا: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يحضر، والمريض حتى يشفى، قالوا هو قالوا الدايخ حتى يفطن محسوب. قالوا: ما شاء الله، ما طعامك؟ شنو حسب كانوا الفرس شوية أغبية. قالوا: طعامي الخبز. قالوا: هذا عقل الخبز، محسوب يمدحه بهذا. فقال لها: يا خويلة، ما لم يفتح علي. فخرج الرسول صلى الله عليه، فخرجت خويلة فأخبرت عمر بن الخطاب. هو قبل أبو بكر الصديق يعرف يفسر المنام. قالوا: يا رسول الله، هل استعصت علي؟ قالوا: رأيت أن رجلا أهدى لي قبعة فيها زبد، يعني زبدة زحلوقة. هذه رأها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم، قبعة فيها زبدة. فأنا نقرها ديك فسالت. نقولوا منامك منام الدهان، منام الدهان موجود، هذه هي. فسالت فعلمت أنه لا يفتح علي. فجاء أبو عمر فقال: ما حديث حدثتنيه خويلة؟ قالوا: هو ذاك. قالوا: أذنوا بالرحيل؟ قالوا: نعم افعل. فأذن أبو عمر بالرحيل. فاستعصت الطائف. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بكري من جار الطائف، شوف كيف جاها وحده وكذبوه رماه بالحجارة وحرشوا عليه يعني سفهاء والأطفال. نعم، جاه الملائكة جبريل وملك الجبال وحط يدوب منا ومنا على الأخشابين، قالوا: إن شئت أطبق عليهم الأخشابين. الأهل الطائف. نعم، قالوا: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، دعا لهم بالهداية لعل الله يخرج من أصلاب من يوحد الله. ما هوش الرسول صلى الله عليه وسلم كي هدى لهم دعا لهم بالهداية؟ ما يقدرش يكون كاين تناقض أنه الآن يقدر يغزوهم ويقتلهم، وهو قد دعا لهم بالهداية من قبل، والقدرة الإلهية يعني تؤجلهم. نعم، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم
كان الدعوة في صالحهم فما زالت سارية المفعول إذا لا يستطيع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. نعم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ الإمام يعني نقف عند هذه النقطة وهو أنه لم يستطع الجيش الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الطائف. سنرى في أمر الطائف ما يكون في الأيام القادمة إن شاء الله، وربما المسير في الحلقة القادمة إلى منطقة الجعرانة، ومن بعد ذلك سوف يكون تقسيم الغنائم غنائم حنين. فضيلة الإمام الشيخ الأستاذ محمد بن مازوز إمام مسجد حي السعادة، شكرا جزيلا لكم على الحضور وعلى المشاركة. أما أنا مستمعين في كل مكان فألقاكم في الغد إن شاء الله في الحلقة 22 من السيرة النبوية العطرة. السلام عليكم.